طيب انا اعمل الكلب. عجال عاد ومن سمح بعد لسانك هالزفر اللي يسبه لي. اقول بس انت روح اول شي ربي اخوك وبعدين تعال تكلم عن حسن الالفاظ والاخلاق. اسمع عاد، انا احذرك المره الاخيره انك تتعدى على اخوي او انك تتلفظ على احد من اهلي، فاهم؟ أقول لك شي، قبل لا تروح تربي أخوك روح شوف لك واحد يربي لك أبوك. إيش قاعد تقول يا حقير يا صبايا؟